السلام عليكم، نهار جديد، فلوج جديد. كيف ما كتشوفوا عندي توس خط لي الزربيه ديالي ديال الصالون هنايا في الدار. ايوا قلت غادي نديها معايا للجرده، نديرها في الكوفر ونديها معايا للجرده باش نصبنها. فهاني درتها هنايا في الكوفر، مازال عندها هنايا شي ميكا ديالها اللي كانت بنتي راه قدامي. وغنمشيو دابا للجرده. هيا كتقول لكم السلام عليكم. وحنا وصلنا الجريده ديالنا، جوج دقائق ديال المسافه. غنباركيو هنا وراها الجريده ديالنا. هنايا مع هنايا كيحطوا لنا الكرارس على حدا الباب، الا كان عندك شي ثقل ولا شي حاجه كيقول لك هز فيهم ومن بعد ردها. راه ديك كيقول لنا صباح الخير. بنتي سبقتني، الزوج ديالي كان سبقني ديجا للحديقة. دخلت شميت واحد الريحة غزالة، فام حيت جيت لقيتو شاعل الباربيكيو وداير طويجين. ما نقدرش نحلو قدامكم لأن راه سخون، بلاتي شوية نحلو طاجين على العواد. ودابا غادي نمشيو نجدو الفطور باش نفطرو إن شاء الله. وهذا هو الغازو كيصبح من البارح حيت سقيناه، واخا هكاك شويه صفر. يعني الحراره اللي كاينه هاد الايام، الحراره اللي كاينه هاد الايام صعيبه بزاف صراحه، سخون الحال. حتى السيمانه الجايه يقدر عادي تبرد الدنيا عندنا. او الحمد لله اللي سقينا البارح في الليل. واخا هاد النهار كاين شويه الغيام، مي الحراره مجهده والخزامه هي باينه لها. درناها هنايا، ان شاء الله تعرش ديك الساعه نفرقوها على بلايص اخرين. هادشي اللي كاين. هالو ريضه البارح في الليل صورتهم لكم، عاد كيكبروهم دابا تبارك الله فتحوا. واحد الريحة عاتين غزالة. وهما القطيطات، دخلت باش نوجد الفطور، كترضعو مسكنة غزالة كترضع فيهم وما كيشوفوني بعويناتهم يحمقو. وحلينا الباغاسول على حساب الشمس، والطاجين راه كيصاوب فيه. انا دابا غادي نوجد الفطور. فلا بدا ما كندير واحد القطره جابين كل صباح كنمسح بها الطبيله باش نفطر عليها. والزربيه فرشناها لها، بنتي مشات جلست عليها باش غادي نفزقوها بالماء. درنا لها الماء ديال الساريج اللي مازال فيه الماء ديال الشتاء، بها غادي نفزقوها. هنا جبت الماتيريال ديال الباربيكيو اولا ديال الطاجين، درتو في هذا القنيت وانا مازال كنمسح هذا القنت. هذا القهوه راه كطيب، البيض كيطيب، كلشي كيهدف. المهم راكم عايشين معنا اللحظات لحظه بلحظه.
الفطور والزربيه درنا لها زيت وخليناها ترطب حتى بلاتي ونحكها ان شاء الله. والطويجن راه كيطيب. المهم هذه هي الاجواء ديالنا، وعلى برا راهم كيقطعوا الربيع ديال الزنقه، ودابا غادي نفطروا. من بعد ما حكيناها وبشلناها وقفناها على هاد الكروسه ديال الحديد، وكنشلوها عاوتاني مره اخرى ونخليوها تتقطر حتى تتقطر ونشروها تنشف ونردها للدار ديال الدار. خرجت كتشعل الصراحه، عما كخرج من لهنا كيشعل، اصلا ما كانتش موسخه بزاف، غير بغيت ندوز عليها وخلاص. شوفوا الغرس اللي غرست اللي سقيت البارح، كانت فيه غير واحد لوريده مفتحه. هاد الصباح لقيت فيه ثلاثه لوريدات كيتفتحوا، كيقولوا له يمكن بالعمان تيكبر ونشوف. او الزريبيه راه كتستقطر تما، احنا جالسين شويه عاد نوضو نستأنفوا العمل ديالنا. جالسين كنرتاحوا شويه، قطيطه جات مسكنا وجلست قدامنا هكا كتلهت بالصهد. درنا هنا الماء باش الا جات القطه وبغات تشرب حتى من هنا جلست هنا ترتاح، وبغات الماء تلقاه هنايا. نمشي نشوف ديك الدجيجه ديالنا اللي راها محدنا على البيض، نمشي نشوفها كيف بقات. في نفس الوقت شوفوا كيف حيت قطعنا الغازو من هنا كيجا. بغينا نقصوا الحجر يمكن من هنا، لان دايرين يمكن بزاف الحجر، فكنقولوا يمكن غادي نقصوا اليوم الحجر من هنا ونخليو الغازو يكبر بزاف، نخليو غير حجيرات صغيرين قلال وصافي. القشور ديال الدلاح كيف ما كتشوفوا كلاهم كاملين، راهم لتحت ناعسين اللي دايرين لهم الزرع. يلا نشوفوا ها هما البيض وهي مشات لها. جيت تشوفها من هنا لقيتها طلعت تحضن مره اخرى على الفلسات ديالها، مشات غير كلات وطلعت تحضن عاوتاني عليهم. المهم ان شاء الله غدا ولا بعد غدا كنظن الفلسات يخرجوا من البيضات ديالهم ان شاء الله. وهنا الشتا بدات كتنقط واحد شويه، واخا الحال سخون الحمد لله الشتا بدات كتنقط. بغيت نوريكم كذلك الغرس ديال الجيران ديالنا، جارتنا التركية تبارك الله، شو كيكبر لها ما شاء الله. شوف فين وصل، شوفوا تبارك الله الغرس ديالها فين وصل. ما شاء الله منظر كيهبل. ومن لها عاد يمكن غارسه حوايج اخرين نجي لي لها. وحنا بالنسبه للارض ديالنا مازال راه كترتاح، ان شاء الله العام الجاي عاد نبقى نغرسوا فيها. هاد العرس شتو يابس حيدتو،
حتى قطرات غير قطرات صغيرين ووقفات. ميكو اي ميكو عاوينا الزريرقين القطيط القطيط فين هي ماما فين هي ماما شو ماما كتشوف. وحنا بدينا نحيدو الزلج اللي هنايا دايرين غادي نحيدوه يمكن كامل باش ينوض فعوطو الغازو. والدجاج خرج كالعاده يقلب على اللي كيكون في وسط الارض باش ياكلو. كيف ما كتشاهدوا حنا حيدنا الزليج كله اللي كان هنايا دايرينو. دابا غادي نجمعوه في البرويطه ونمشيو نديوه لبلاصه اخرى وغادي نعمروا هاد الحفر غادي نعمروهم بالتراب ونديروا لهم زريعه د الغازو غيكبروا. ديجا كنا درنا هاد الزليج لانه كان بصحيت كطيح الشتا كتحقن هاد البلاصه كلها بالماء وكتغيس بها درنا الزليج. دابا حيت كبر الغازو صافي حيدنا الزليج وغنديروا في عطو الغازو باش واخا طيح الشتا ما تحقناش هاد البلاصه. كيف ما كانت هاد البلاصه هادي حتى هي كلها عامره بالغيس. اللي شاف الفيديو الاول ديال الجرده ولا الحديقه اللي شريناها اول مره راه هاد البلاصه كلها كانت حتى هي كلها ما فيهاش الغازو ودرنا لها الغازو. دابا واخا كطيح الشتا ما كتغيسناش وما كتحقناش الجرده وخلاص. الراعي الرسمي ديالنا هو الدجيجات غير كيشوفنا كنحفروا ولا شي حاجه كيجي حتى هو كيقلب على الدود. ودابا غادي نجمعوا هاد الحجيرات. فهاديك البرويطه عمرات واحتاجيت هاد البرويطه نديها باش نعمروها حوتاني حتى هي. صافي جمعنا الحجر كله اللي هنا في الارض. هذيك البرويطه الثالثه وهذه برويطه واحده اخرى كيديه لحدا الباب. شوفوا كي شحال ديال الثقاب كاينين دابا في الارض خصنا نعمروهم. كيديه لها تما كيفرشوا اولا كيقادو تما تفو هنا ماشي لحتى جينا لشي بلاصه نديرو في شي بلاصه اخرى لقاوه مقاد. شي يجيب البرويطه اللي بقات ديال الجليج والدجاج ها هو كيرعى. تما راه جاب التراب عمر البرويطه بالتراب. غنبقاو مستمرين هكا حتى نعمرو هاد الثقاب كلهم اولا الثقابين اللي هنايا في اللي حيدنا منهم الزليج ومن بعد غادي نديرو فوقهم زريعه د الغازو.
حتى هاد القنيت خصنا نديروه نديرو فيهم التراب. دابا جبنا الزريعه ديال الكازو غادي نبقاو نرشوها ومن بعد غنسقيو. ما قبل دخلنا الدجاج باش ما ياكلناش الزريعه بحال ديك النوبه. دخلنا الدجاج للبلاصتو ها هو من بعد ما درنا الزريعه كنقلبوا بحال هكذا باش كتدخل الزريعه لداخل عاد غنسقيو. على الله هاد السيمانه ان شاء الله يطلع.